عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم العيلة اللي فيها مكفيها. احنا جدعان النهارده، احنا لسه عند ماما عامه ومعزومين عند واحده صاحبتنا، وخليكم معانا واحده بواحده بس. واحده صاحبتنا دي ساكنه جنب ماما، تمام، متجوزه وساكنه جنب ماما، تمام. بص يا جدعان، احنا عايزين نقول لكم على حاجه، وقسما برب العزه احنا غصب عننا في اي اسامي بتنزل مش عارفين نعمل اي حاجه بسبب النت عندنا عاطل. قسما بالله قسما بالله النت عندنا عطلان في عطل، واحلى تغريده الفنزاتنا اللي مروحه احنا غصب عننا، فحاولوا انتوا ما تزعلوش مننا. فنزاتنا ايه حبايبنا، فنزاتنا حبايبنا. جدعان خليكم معانا خطوه بخطوه، واحنا دلوقتي رايحين عندها. واحنا رجعنا لكم تاني، واحنا جينا في الشارع كفرة يا جدعان، ده احنا كنا خلاص دي جبنا اخرنا، قلنا لازم ننزل. على فكره ما كنتش عايزه اروح لها، ماليش مزاج الصراحه والله يا جدعان. اقول لكم ليه يا صوت اروح لها؟ اقول لكم ليه يا جماعه؟ ما عادش بس تخش لها في حاجه، كفايه فضايا. انا معيش ما كنتش عامله. يا جدعان احنا كنا مخنوقين قوي من القعده صراحه، تعبنا قوي من القعده، بس الحمد لله يعني. ونزلنا ودلوقتي احنا معزومين عند ديدي. احنا جايين لك يا ديدي يا قلبي، مش بعيده يعني. بصوا يا جماعه، سميه عامله فيها ست بيت بتجيب فجاه بتاع وقع. بس يعني بتجيب ايه؟ بتجيب استفندي وهنجيب موز وجوافه. مفيش حاجه، مفيش سوق عدل عند ماما والله. لا حلوه سميه، هات الحقات الحمراء الجميله. عليك ده انا صحتي بقت فاشله. انا عارفه الحاجه لسه يا جدعان ما طلعتش، فايه مش عارفين نجيب ايه، اقسم بالله. خليكم معانا، خليكم معانا يا جماعه. بص يا جدعان اسماء بتنقي يا جدعان. خليكم معانا، شاطره يا اسماء، شاطره. اقول نور جه اسماء كملي. بصوا يا جدعان، ياسمين عايزه تجيب بيت يا جدعان. ايه اللي انت عايزاه؟ 2 كيلو. قالوا 2 كيلو. اه عايزه 2. جبت لها ايه انا بقى؟ مش هقول لكم. يا جدعان طالعين، طالعين يا جماعه. عند ديك. لا يا روكا، روكا مع السبان. انا عند ديك يا جدعان. خليكم معانا بقى. معاكم يا جدعان، واحنا عندنا عيد النهارده بتول، عندنا عيد ميلاد اسمها بتول، ربنا يخليها لكم يا رب. كل سنه وهي طيبه. كل سنه وهي طيبه. هابي بيرث تو يو، هابي بيرث تو يو، هابي بيرث تو بتول، هابي بيرث تو يو. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه سنة حلوة يا جميل. يلا حرم بلن بلن، حي ابو الفصل، هيكون عيد ميلاد الليلة اسعد الاعياد. ما بيحيى ابو الفصل ايه؟ 1 2 3. كل سنة وانت طيبة يا بتول، وعباية سنين كتيرة ان شاء الله. عملنا عندي صاحبتنا يا جدعان، وشك حلو يا بتول. واسمك تحية لغزة، وكل غزة وفاطمة دي يا جماعة من غزة. فاطمة من غزة اللي زعلانة بتقول افك الاشتراك. عايزة تفك الاشتراك فكي، بس شخصية. الكلمة دي بتزعل عامة. ماشي احنا هنحييكي عشان انت كاتبة اسمك بقالك كتير من بدري يعني، واحنا ما خدناش بالنا. وتحية يا جماعة لفاطمة، يا فاطمة. واحلى تحية لفاطمة من غزة. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة. تحية يا جماعة لفاطمة يا فاطمة غزل يا جدعان. وتحية لكل غزة برضه. واحدة يا جماعة حامل، بتقول لكم ادعوا لها ان ربنا يكرمها وامها بالسلامة، عشان يعني الحمل بتاعها متعب يعني؟ اه متعبة جدا في الحمل، بترجع وكده. فادعوا لها ان ربنا يا امها بالسلامة وادعوا ساعة سنة. ربنا يا امها بالسلامة يا رب، ويشفي كل مريض ويدي كل مشتاق، ويدي كل مشتاق. اللهم امين يا رب، اللهم امين. ويرزقوا وان شاء الله تيجي ساعة سلامة عند ربنا انت واللي زيك. ما سمعتش اسمها ايه؟ لا ماشي يا جدعان، وخليكم معانا. واحنا عند صاحبتنا يا جدعان، صاحبتنا اللي عزمانا ومش عارفين عزمانا على ايه. اه احنا جايين كده عمل، ربنا يستر. هنوريكم يا جدعان عملنا اكل ايه ومظبطانا. خليكم معانا، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. يا جدعان عملنا سلطه اساسي دي يا جدعان، من واحنا صغيرين كنا بناكلها. معلش
وعامله مكرونه بس اهي لسه برضو يا جدعان اهي تمام. احنا بنوريكم يا حبايب عامله ايه تاني، شكلها مش عامله لنا حاجه اصلا. لا وعامله، هاتي يا سمية وريها لها. عامله لنا فراخ يا جدعان. يا جدعان دي بطاطا بشاميل، بطاطا لا من غير بشاميل دي صح؟ باللبن بس. البطاطا دي يا جدعان جميلة جدا بأمانة. احنا بنحبها من ايديها، هي المضروبة نفسها حلو في الأكل. أهو يا جدعان. بقية الفراخ حطها هنا في الفرن. أهي برضه يا جدعان. تمام؟ عملنا لنا مكرونة وسلطة وفراخ. فراخ وبطاطا. إيه يا زينة؟ فين الحاجة اللي قلت لك عليها امبارح؟ هي ايه؟ اللي قلت لك عليها امبارح قلت لي انا عملتها. ايه الحمص؟ وهنوريكم يا جدعان، هنوريكم الحمص يا جدعان ولسه مخلصناش. لسه يا جدعان السهره طويله، خليكم معايا. الله يزيد على الاكل الجميل. قربي يا دينا وريني بقى الاكل بعد ما ترص الجميل ده. يا جماعه دينا عاملين لنا والله بامانه تعبت نفسها جدا 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 يا جدعان كده كتير قوي بامانه يعني. وفراخ مشويه يا جماعه، فراخ مشويه ريحتها تحفه، وسلطه، واكل جميل يا جدعان بامانه. جعانين مستحمل. تسلم ايدك يا ديدي. تسلم ايدك يا ديدي يا رب، وعقبال ما يجيلك يا رب يوم عوضك يا قلبي. هناكل يا جدعان وهنوريكم المشاريب بقى. بصي يا جماعه بصي يا جدعان عملت لنا ايه؟ بطاطا بشاميل جميله. ده طبق يا جدعان جدا بصراحه، ده طبق يا جدعان، ده طبق اسمنيه تيم. تعالوا بقى كلوا معايا. على فكره احنا بنحب منها البطاطا جدا، بتبقى خفيفه وطعمها جميل. بتعملها باللبن صح يا ديدي؟ بصي يا ديدي بتعب لك يا رب كده، عمال اعوضك ان شاء الله. ادعوا لها يا جدعان، ربنا يكرمها يا رب. هي وسميه يا رب ادعوا لها يا جدعان. يا رب والله امين يا رب، ويدي كل مشتاق يا رب ورب الناس كلها. دينا بنت ام عبد الله، عشان هم بيقولوا الدعوه بتبقى ابن الام. لا يبقى اسمها بدريه يا جدعان، طالما هتقولوا حق. دينا بنت بدريه، ادعوا لها ربنا يكرمها يا رب. هات عنك عنك، حطي يا لهوي. وعنب وسميه، بصوا يا جدعان احنا جايبين الحاجات دي. يا لا لسه فاندي ده من عندها، لسه فاندي ده بتاعي. فين بتاعنا احنا جايبين؟ لسه جوه. ما جبتوش ليه؟ عشان نطلعها في الكاميرا، عشان نطلعها. كلي بس بطاطا، بس كلي بطاطا. هقول لكم معانا يا جدعان لما نشوف هنقفل الحلقه النهارده ولا مش هنقفلها. حلوه جميله تبقى جميل. تعالي كلوا معانا. خليكم معانا يا جدعان، خليكم معانا يا جدعان، هنشوف هنقفل الحلقه امتى بقى. هتجيب لنا ايه تاني؟ في حمص ولسه في حاجه. الله الله احنا عايزين بيتين، احنا بيتين النهارده مش هنروح. بطاطا اهي، ايدي وجعتني. الراجل ده شويه كانت شايفه عليك ساعه وجايه البطاطا. جميله يا جماعه باللبن، جميله يا جدعان. خليكم معانا بقى عشان ايدي وجعتني يا جدعان. يلا باي. ولا ايه يا جماعه؟ احنا بامانه بامانه تعبناكي معانا قوي يا دينا، اقسم بالله يا جماعه دي اخر مرحله تمام. كده كفايه قوي كده من عند الله. يا جماعه عملنا حمص. لا والله شرفتوني النهارده، والله والله العظيم تعبتي يا سميه، شرفتوني. قربي خليهم يشوفوا الحمص. بصوا يا جماعه، يا جماعه ما هي ما ينفعش الشتا بقى وحلاوات الشتا والحمص بقى. ما ينفعش تزرع عشان زوجها زوجها زوجها. استنى ندوقه بس. ان شاء الله هيطلع حلو جدا. تسلم ايدك، تحفه تحفه تحفه. سيب روحي ورقبتنا زي بتجيبنا كده علشان انا اللي عاملاه. وحراق جميل، عاملاه حراق قوي، حراق قوي. يا رب ما تشربوه. بس جميل طعمه جميل يا جماعه. سميه اختي بقت فظيعه قوي. جميل بصراحه يا بنتي يا دينا. يا جدعان انا اللي عاملاه. انت كدابه ليه يا جدعان؟ والله كنت دينا اللي عاملاه. حطيت ملح وكمون و وليمون وشطه. طبعا بقى يا جماعه انتوا عارفين بقى الشتا وحلاوات الشتا وجمال الشتا. احلى عزومه دي ولا ايه؟ العدس. خلاص دي اخر مرحله. حبايبي حبايبي اخر مرحله دي يا زينه. خلاص قبل ما نجي لها يا رب. حاجه ثانيه ما عملتهاش، وانا مش قادره ترى اعمل لكم حاجه. مش قادره؟ في فشار يا جدعان، في فشار. لا مش قادره. ليه انت عملتي ايه اصلا؟ يا لهوي والله العظيم عملت كتير. انا عملت فراخ مشويه ومكرونه. فراخ مشويه؟ يا بنتي فراخ مشويه. والله تعبت معانا قوي يا جدعان. والله يا جماعه كتر خيرها برضه، والدنيا كده انتوا عارفين. والله عزمتنا وقالتلنا لازم تيجوا تقعدوا معايا شويه. ايوه احنا نقعد مع بعضينا بس. احنا متربيين مع بعض يا جدعان في نفس البيت، بس هي متجوزه جنب مامتها. جالها واحد خطفها كده جنب مامتها. فسكنها جنبها. لو عرفت اطلع معاكوا هطلع ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. اشوفها يا جماعه حاجه صغيره كده جميل صغيره قوي صراحه قوي. ابقى احكي لكم لما تطلع معايا، ابقى احكي لكم ذكرياتي انا وهي. فاكرين لما العربيه تكرر؟ فاكرين العربيه تكرر لما انت واقفه على النص واسمها ازاي بتكلمني ولقيت منور اصلا والناس بتقولها صوتك ده. كانت مره يا جدعان انت عارفين العربيه شيك ح بتعيش على العيد يعني، وهي جنبي وانا عماله اقول شيك ح، فببص جنبي ما لقيتهاش، فبقول يا دينا يا دينا تاري جينا ورا وقع والناس مهمومة عليها بقى. وانا بقى مش هروح اجيبها، انا بقى وقعت من كتر الضحك مش قادرة اجيبها. يلا وعلى تمام كيف فعلا قلنا لها مواقف كتير، لا لينا مواقف كتير حلوة والبانة وحاجات كتير اوي بعد كتير. ماما عبدالله ضربك بالقلم. ماما يا جماعه احنا متربيين مع بعض من واحنا بصوا عيال. كنا يا جدعان هي بص كنا بنعمل لعبه، هي تضربني بالقلم وانا اضربها بالقلم، بس اكتر ذكريات انا والبنت المعفنه دي كانت هي تضربني بالقلم وانا اضربها بالقلم. كنا شغل عبط عيال بقى لغايه ما حد فينا يقول اي، ولا هي قالت اي ولا انا قلت اي، ورحنا مسكنا ببعض. راح طلع اخويا راح اداني انا قلم وهي قلم. رحت انا نزلت بقى قلت له ربنا لا اقول لابويا، وابويا ساعتها ما خدش حقي ما عملش حاجه. ذكريات انا هحكي لكم ذكريات ثانيه. خلاص يا جدعان خليكم معانا بقى، ما نشوف هتعمل لنا حاجه ثاني ولا لا، ليه ثاني وهنقول لكم. خليكم معانا شويه، هعمل لكم فشار. دينا تعمل لنا فشار. طب جينا يا جدعان البيت اهو ثاني يا جدعان، وكنا طبعا عند دينا وجينا والحمد لله كانت عزومه حلوه قوي، واحنا الحمد لله تفضل خيرك يا دينا على العزومه الجميله دي. الصراحه تعيشي وتعمل لنا يا دينا يا رب، ربنا يديك ان شاء الله كده يومعوض معاكي ايه البيبي ان شاء الله. طبعا جينا يا جدعان وشفنا التعليقات ولقينا واحده كاتبه اسمها متاخر عيد ميلادها بكره، اسمها مكه، اسمها مكه. وفي واحده كاتبه جوز اختي صح؟ لا واحدة كاتبة جوزها هي عيد ميلاده، بس هو مش كاتب، هو كاتب اسمه اسماعيل. اسماعيل بس مش كاتبين امتى. مش كاتبين امتى، فاحنا مرة فاحنا حي مين؟ مكة الأول. مكة الأول يا جدعان. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو مكة، هابي بيرثداي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا مكة، سنة حلوة يا جميل. يلا حالاً بالاً بالاً حي يا ابو الفصل، هيدول عيد ميلاد الليلة اسعد سعيد ما بيحيا ابو الفصل. هي واحد اتنين تلاتة، كل سنة وانت طيبة يا مكة. قربان 100 سنه ان شاء الله يا حبيبه قلبي. يا جماعه بالله عليكم اعذرونا على الاسامي عشان احنا لسه عند ماما يا جدعان، لما نروح هنظبطها والله. انتوا عايزين والله كلهم هنعمل لكم ان شاء الله كل الاسامي ان شاء الله. احنا يا جماعه مش عايزين نزعل حد مننا عشان احنا بنحبوه كله. استنى بقى اسمه ياسر؟ لا اسماعيل. اسماعيل هولع لك الشمع عشان دي واحده. ورجعنا لك اسماعيل تاني يا جدعان. يا جماعه اسماعيل ده اصلا بيكلمنا وهو من امريكا. واحده تحيه يا ناس امريكا. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا اسماعيل، سنة حلوة يا جميل. عشان انا كنت اقولها الاول صح وانت بتشغلها. ايه بقى؟ سنة لك كل سنة وانت طيب. كل سنة لا هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو اسماعيل، هابي بيرثداي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا اسماعيل، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بلا بلا هيا ابو الفصل، هيا عيد ميلاد الليلة اسعد سعيد ما تحيا ابو الفصل. واحد اتنين تلاتة، كل سنة وانت طيب يا اسماعيل. احلى تحية يا جدعان لاسماعيل والامريكا والناس امريكا. على حظك حلو قلنا لك الاغنيه مرتين 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 والله اللي كسرت عندنا ومكلفين. مين تاني يا ياسمين وجماعه في اسامي؟ احنا قلنا اسامي كتير يا جدعان عشان محدش يسمعنا، بس في ناس احنا غصب عننا وعندنا النت في عطل فما مصدق. على فكره ما منزل الفيديو يعني اللي عيد ميلاده النهارده، الفيديو بينزل بعدها بيومين عشان النت فيه مشكله يا جدعان، بس احنا بنقول في نفس اليوم لعيد الميلاد يا جدعان. خليكم معانا يا جدعان عشان ياسمين. يلا خليكم. ايوه صح.
ويا جماعه هنقول ثلاث اسامي رضا وامل وعلا. احلى تحيه رضا وامل وعلا. لو كنتوا اخوات ربنا يخليكم لبعض. لو كنتوا يا علاء علاء ايه علا قلنا علاء علاء منين يا علاء يا علاء يا علاء يا علاء 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 رضا 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 يا امل امل يا امل يا امل يا علاء 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 امل 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 رضا يا رضا يا رضا يا ام رضا هاي هاي رضا يا ام رضا. انا تحياتي يا جدعان. ما تزعلوش مننا في الاسامي والله غصب عننا. وبقى بننزل الفيديو يا جدعان ممكن ينزله النهارده وينزل بعدها بيومين عشان انت عندنا عشان في وقت. لكن اي حد في عيد ميلاده نعمل في نفس اليوم يا جدعان والله معلش ايه لما خلاص النت عندنا في عطل وغصب عننا. يا جماعه خفوا عندها برد ونشوف وشكم على خير يا جدعان. مع السلامه مع السلامه. باي باي.